بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المثال أو في هذا الدرس راح نستكمل المثال السابق، طبعا راح نشرح المثال السابق، لكن حبيت إني أوريكم الفرق بين المثال اللي سويناه السابق باستخدام الأري لو كنا نبغى نحله باستخدام الـ variables. زين، طب نفرض إن إحنا كنا نبغى نسوي أري 20 حجمها 20، كيف ممكن راح تسويها في الفاريبل؟ خليني اوريك. انا كتبت الكود بس عشان يرسخ في ذهنك المشكله الموجوده. لاحظ كيف ضخامه الكود لو بغينا نسويها ال20 مدخل. لو كان عندي 20 رقم ابغى اوجد مجموعهم والافريج، وابغى اوجد الارقام اللي فوق الافريج. لاحظ اني اضطريت اني اعرف 20 متغير، سميتهم نمبر 0 نمبر 1 نمبر 2 الى نمبر 19. لاحظ اني هنا لما جيت اوجد الصم اضطريت اني اكتب الصم الى اخر واحد من المتغيرات هذه. لاحظ انه جيلي اتصلا وقف، يعني ما هو راضي يكمل. وبعد كذا لاحظ اني لما جيت احسب كل عدد هل هو اكبر اضطريت اني احط if statement كل عدد من الاعداد هذه. المشكله طبعا، وهي مشكلة أنا وقعت فيها بسبب طول الوقت، إني مثلا كنت أسوي cut to paste، لاحظ إني نسيت هنا لما لا أغير الأرقام، فكنت أسوي cut to paste فكتبت استمرت نمبر 0 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 0 مرة ثانية. زين، نفس الكود وعملية مملة جدا. يعني هذه إذا لازم تفهم إنه في أشياء اخترعت في البرمجة حتى إنهم يتخلصون من تكرار كتابة الكود. هذا شيء مهم جدا. زين، شفناه في الاوبجكتس والان نشوفه مره ثانيه في الاريز. زين، اذا وسيله للتخلص من عمليه تكرار الكود. لاحظ هنا الكود عندنا صغير جدا جدا، بسطر واحد عرفنا اري فيها 20 عنصر، زين، 20 element، كاننا عرفنا 20 variable. بسطرين قرينا الفاريبلز هذه وكتبنا فيها، ونفس الشيء هنا طبعنا او شيكنا وطبعنا الاعداد اللي فوق الافريج فقط بثلاثه اسطر. فإذن ارجو ان يكون الفرق واضح جدا بين الكود الجديد، الطريقه الجديده والطريقه القديمه. اذا متى ما احتجنا اننا نخزن عدد كبير من القيم، زين، بمعنى نحتاج عدد كبير من المتغيرات لازم نخزن فيها قيم، عدد كبير من القيم، متى ما احتجنا الشيء هذا لازم، وطبعا كلها من نفس النوع، هذا شرط مهم جدا، عدد كبير من القيم من نفس النوع، يعني عدد كبير من الدبل نمبرز او عدد كبير من الكاركترز تشار او اي شيء، او عدد كبير من الاوبجكتس اللي من نفس النوع، مثلا ستودنت او امبلوي او اي اوبجكت ثاني. متى ما احتجنا الشيء هذا فاننا نلجا لاستخدام الاري. زين، عدد كبير من القيم كلها من نفس النوع. ايضا لاحظ كيف الفرق من ناحيه الميموري او الذاكره. انا نفذت البرنامجين حتى اوريك كيف شكل الميموري في ناحيه من ناحيه الاري، وكيف شكل الميموري لو كانت فاريبلز. لو كانت فاريبلز لاحظ انه كل الفاريبلز معرفه في ستاك. زين، لاحظ انه ستاك صار كبير جدا لان في 20 فاريبل بالاضافه لسم وافريج، عندي 20 فاريبل هنا في ستاك كلها، بينما الهيب فاضي ما في الا سكانر. زين، لو حاولنا نقارن هذا مع اللي عندنا هنا البرنامج اللي باستخدام الاريز، لاحظ انه ستاك ما في الا شيء بسيط، ما في الا الريفرنس حق الاري وفيه الصم وفيه طبعا الافرج الى الان ما عرف، فذلك غير موجود الى الان، بينما الاري موجوده في الهيب. هذه هي الاري في الهيب. زين، هذا شيء مهم جدا. الهيب المكان اللي نضع فيه الاوبجكتس موجود فيه الاري، وستاك ما فيه الا الريفرنس حق الاري، بينما لو كنا استخدمنا فاريبلز انه راح تكون كل الفاريبلز موجوده في عندك في ستاك، الهيب ما في اي حاجه. هذا فرق مهم جدا بين لما تستخدم فاريبلز ولما تستخدم اري في لغه الجافا.